فبداية أحيي أخانا مندوب حزب الحرية والعدالة الأستاذ فهمي عبده، وأحييه أيضا على كلمته الرفيعة التي قالها، وأحيي جماعة الإخوان المسلمين، وأحيي حزب الحرية والعدالة، وأحيي الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب، وأحيي الأستاذ الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام للحزب، فهو الحزب الأم بحق، وهذا من باب معرفة أقدار الناس. نقول إن جماعة الإخوان جماعة صمدت في الفترة الحالكة الماضية وعانت، وكانوا يخرجون من السجون ويدخلون إليها أفواج بعد أفواج، وما حرفهم هذا عن رسالتهم، فحياهم الله تبارك وتعالى. وعندي ثلاث نصائح. النصيحة الأولى أن الترابط والتعاون بين المسلمين ليس ضرورة مرحلة فقط، بل إن هذا شرط للنجاة في الآخرة، وشرط للانضمام إلى حزب الله عز وجل. قال تعالى في سورة المائدة: وإنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلا بد أن تتولى جميع المؤمنين على اختلاف أطيافهم، وأن تخلع عنك ربقة النظام الماضي الذي كان يطبق قاعدة فرق تسد، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ينبغي أن نطوي هذه الصفحة، فلا فارق بين إخواني وسلفي أو مسلم عامي، كلهم مسلمون، ينبغي أن نكون يدا واحدة. نحن دخلنا إلى العمل الإسلامي أو العمل السياسي نزعم أننا نريد نصرة الدين، فينبغي أن نتفقد نوايانا دائما، وألا تدخل علينا الدنيا من أي مدخل. والله تبارك وتعالى قد أمرنا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء، والحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، يعني المنحاز إلى ربه عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى دينه وإلى المسلمين. وكذلك روى البخاري ومسلم وكل من صنف في السنة عن أمير المؤمنين عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس لك من عملك إلا ما نويت. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. احذر أن تعمل عملا صورته أنه عمل لله ونيتك فاسدة، فإن هذا حتما ولا بد سيكتب في صحيفة السيئات. والإنسان إن كان فعلا قد حقق الإخلاص فلا يضيره أبدا أن يكون في القيادة، أو أن يكون في الصفوف الخلفية، أو أن ينصر الإسلام على يده أو على يد غيره، المهم أن ينصر الإسلام. هذه قضيته، أن ينصر الإسلام وأن يعلو الإسلام وأن تطبق شريعتنا. فنحن لست لا يعني ليس لنا خيار في تطبيق الشريعة الإسلامية، والأسلوب الانتقائي أيضا لا يصلح عند الله عز وجل. قال الله تعالى: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، دخلوا في السلم كافة. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض،
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إن المسلمين حين خالفوا القواعد الربانية وكانوا خيرة المسلمين وكان جرت عليهم السنة الربانية في أحد وانهزم جيش المسلمين وشج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وأدخلت حلقات المغفر في خده الشريف لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا ما دمت دخلت في هذا العمل تريد أن تنصر الدين. الأستاذ فهمي عبده وأحيي جماعة الإخوان وأحيي حزب الحرية والعدالة وأرجو من الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب وأن يصلح ذات البين وأن يجعلنا يدا واحدة على عدونا وعدوه تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وشكر الله لكم خطواتكم أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله آيتنا. الله آيتنا. الله آيتنا. والرسول قدوتنا. والرسول قدوتنا. والجهاد سبيلنا. والجهاد سبيلنا. الإسلام هو الحل. الإسلام هو الحل. الإسلام هو الحل. الإسلام هو الحل. الإسلامية إسلامية. إسلامية إسلامية. الأصالة إسلامية. الأصالة إسلامية. في سبيل الله قمنا. في سبيل الله قمنا. نبتغي رفع اللواء. فليعد للدين مهده. إسلامية إسلامية. إسلامية إسلامية. الأصالة إسلامية. والعدالة والحرية. والعدالة والحرية. إسلامية إسلامية. إسلامية إسلامية. الله آيتنا. الله آيتنا. الرسول زعيمنا. والرسول زعيمنا. والقرآن دستورنا. أنا أخش بقى المرتب الجو سينفع كده جزا الله كل الإخوة الحضور خيرا.